أنا اسمي نوال عكريمي، طالبة الفوج السادس من دبلوم إدارة المؤسسات الغير ربحية والعمل التطوعي. أنا تونسية الأصل. كان قراري أني أشترك في هذا الدبلوم من محبة أني أغير من نفسي وأطور من نفسي. قررت أني أغير مجرى الساقية من الركود للحركة ومن التفكير للعطاء والفعل. ولقيت أنه عند الدكتور محمد بشناق والكادر الإداري والتعليمي كم من المعلومات وكم من المعرفة اللي ساعدتني ورسمت لي طريق أني أنا إن شاء الله أحقق أحلامي وأنجز جزء من أفكار كانت تتراود في مخي وما كنت ألاقي لها الطريقة العملية أني أنا أقدر أنفذها. وحلمي الكبير إن شاء الله أني أنطلق إلى العالم العربي والعالم أجمع في المجال التطوعي إن شاء الله.